واحد وعشرين فبراير للاقتراع يا أخي بدر من أجل مستقبل زاهر ادلي بصوتك وكن حاضر. واحد وعشرين فبراير عبر انتخابات رئاسية شارك وعبر بحرية من أجل دولة يمانية يشمخ بها الشعب ويفاخر. عبر انتخابات رئاسية شارك وعبر بحرية من أجل دولة يمانية يشمخ بها الشعب ويفاخر. تعرقلت في ذلك من أجل عز اليمن شارك في صنع تاريخنا الحاضر. فالسلطه انت لها المالك مهما تعرقلت في ذلك من أجل عز اليمن شارك في صنع تاريخنا الحاضر. بالانتخابات طفي نار وللوطن شيد الأسوار من أجل تنعم بالاستقرار ويأمن للشعب من باكر. بالانتخابات طفي نار وللوطن شيد الأسوار من أجل تنعم بالاستقرار ويأمن للشعب من باكر. في الباكر في الباكر في الباكر باكر باكر واحد وعشرين يجمعنا حول الوطن في مراكزنا من أجل نحفظ لوحدتنا ونطوي الماضي الغادر. واحد وعشرين يجمعنا حول الوطن في مراكزنا من أجل نحفظ لوحدتنا ونطوي الماضي الغابر. للانتخابات في وعدي بسير وامضي على عهدي من أجل آخر نظام فردي يسقط وينهار للآخر. للانتخابات في وعدي بسير وامضي على عهدي من أجل آخر نظام فردي يسقط وينهار للآخر. واحد وعشرين فبراير للاقتراع يا أخي بدر من أجل مستقبل زاهر ادلي بصوتك وكن حاضر. جراحنا اليوم نضمدها بالانتخابات نوئدها من أجل أرضي وموردها يعود لي خيرها الوافر. جراحنا اليوم نضمدها بالانتخابات نوئدها من أجل أرضي وموردها. الوالد محمد ماذا يعني لكم هذا اليوم كوالد شهيد في الثورة؟ يوم تاريخي بالنسبة لنا، يوم تحول من يعني ماضي مظلم إلى مستقبل إن شاء الله مستقبل أفضل. هذا اللي يعنينا، يعنينا قد ضحينا الكثير يعني وكنا احنا من الأوائل بالنسبة للثورة. من
اولادي اثنين مصابين والشهيد عبد العزيز الله يرحمه. الله يرحمه. وهذا اليوم التاريخي الذي جمع الناس. وهذا يوم تاريخي فعلا، يوم تاريخي، يوم الى الافضل، الى المستقبل الجديد، الى التغيير اللي ينشده الشعب اليمني كامل. يعني احنا كان الناس كلها والثوره كان الى التغيير الى الافضل ان شاء الله، الى الافضل، والماضي المظلم ينتهي، العهد البائد ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا من ضمن منظمه المجتمع المدني كمرادف في مركز جيم بالدائره الخامسه. ويوم 21 فبراير انا اعتبره يوم تحول في تاريخ اليمن الحديث، وان شاء الله ينتقل اليمن الى عصر الدوله المدنيه الحديثه، الى جانب دوله المؤسسات، دوله القانون، دوله العداله، دوله المساواه، دوله المواطنه المتساويه، دوله الحقوق الى اخره من هذا. وان شاء الله تكون المستقبل يكون زاهر باذن الله تعالى. باذن الله. كيف هو الاجبال لهذا المركز؟ والله بالنسبه للمركز جيم عدد الناخبين فيه الى حدود 3820 ذكور و2685 اناث، يعني الاجمالي في حدود 6500. ومن الساعات الصباح الباكر وجدنا ان هناك اقبال لا باس به، ولا حتى الان، والاقبال متزايد من ساعه الى اخرى. كيف هي نفسيات الناخبين بالنسبه للتسهيلات الاخيره؟ والله بنفسر هناك اندفاع كبير وشديد من جميع الاخوه الناخبين في المركز، وبروح يعني عاليه، وايضا الى جانب انه الناس مندفعين الى هذا لانهم يريدون ان يبنوا مستقبل افضل لهم ولاولادهم في المستقبل ان شاء الله. شكرا جزيلا. اولا كيف هو الاقبال بالنسبه للناخبين؟ والله في الحقيقة يعني ما زلنا في ساعات الصباح الأولى، لكن الإقبال قوي جدا، يعني بداية ما احنا في بداية العملية، لكن الإقبال يعني تمام وملحوظ، وهناك اندفاع كبير للناس لإتمام هذه العملية في هذا اليوم المبارك الذي نأمل أن ينتهي بسلام إن شاء الله. هناك تسهيلات للناخبين؟ لا شك كل الفرق الميدانية تعمل، لجان أمنية ولجان الدعية والمراقبين كلهم يقومون بتسهيل عملية الاقتراع للناخبين المتوجهين لا صناديق. أنا اسمي قائد أحمد علي الرباعي، الصفة مراقب تبع منظمة مساواة، أتيني هنا لكي نراقب سير الانتخابات، هل في هناك إقبال كبير أو إقبال ضعيف؟ بالنسبة للإقبال، الإقبال لحد الآن هو إقبال متوسط يعني جيد، والحمد لله الأمور ماشية تمام. كيف بالنسبة للتسهيلات التي الآن تجري في اللجنة؟ الحمد لله لحد الآن لم ترجع أحد، يعني من أتى يريد الاقتراع لديه بطاقة انتخابية سواء أو لديه بطاقة شخصية فقط، يعملوا له محضر الذي له بطاقة شخصية ويجيبوا له ورقة الاقتراع. محمد علي بن علي اليمني، أحسن يوم في الشعب اليمني بالكامل، سكبنا المصائب سكبنا المشاكل. أخونا محمد الناهمي مراقب شباب عمان في العاصمة. كيف هو الإقبال كما ترونه وتراقبون في هذا المركز؟ والله أرى الإقبال غير متوقع، يعني إقبال جيد، والشعب وعى بالمرحلة، وسنخرج من المرحلة إن شاء الله بسرعة. إن شاء الله. ماذا يعني لكم الواحد يصنع؟ يوم تاريخي، يوم تاريخي عظيم، وإن شاء الله هذا اليوم يخرجنا إلى كل ما نتمناه، وأن يكون اليمن مزدهر، وننتهي من المشاكل، وننتهي من الأحقاد والضعون، ولا أقول إلا إن اليمن ستكون بخير بإذن الله. أنت مريت على أكثر من لجنة في المركز، ما هو انطباعك وانطباع الجامعة عملاتك؟ والله رأيت أنه أولا انطباعي الحمد لله ممتاز، فوق الجيد. أما انطباع اللجان رأيتهم متفاعلين ومتفاهمين أيضا، وهذا الشيء الجيد، ورأيتهم أنهم يعملوا بقلب واحد وبيد واحدة، وهذا الشيء الجيد الذي يطمئن الجميع. بالنسبة للناخبين كيف هي نفسيتكم للتسهيلات التي عملتها اللجنة الانتخابات؟ لمن لا يملك بطاقة؟ والله نعم، حضر لدينا بعض الأشخاص يحملون بطائق شخصية ولم ينتخبوا من قبل أو لم يدخلوا في سجل الناخبين، فوجهناهم إلى مركز البحوث، بحيث أنه هناك ممكن يسجل إذا كان لديه بطاقة انتخابية سابقة،
وينتمي إلى دائرة أخرى غير دائرة الأمانة، وجهناهم إلى مركز البحوث. أما إذا كان يمتلك بطاقة شخصية أو جواز سفر ولم يقيد من سابق فيتم العمل اللازم نحوه ويسجل ويبقى. شكرا جزيلا. محمد السلام عليكم. وعليكم السلام. ماذا يعني لكم هذا اليوم 21 فبراير؟ يوم 21 عيد الوطن ونتبارك به ونقله نوعية إلى أفضل إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. ما شاء الله بكرت من الصباح يعني كثير واجب. فعلا جزاك الله خير. أولا عرفنا باسمك وصفتك بالمركز. محمد غالب الجمالي رئيس اللجنة الفرعية الأولى بالمركز جيم الدائرة الخامسة. طيب أولا كيف هو الإقبال بالنسبة للناخبين في المركز من الصباح؟ والله إلى الآن الحمد لله كما لاحظت أن جميع اللجان يعني مزدحمة ومكتظة بالناخبين، وهذا باشرة يعني نستبشر خير إن شاء الله بإذن الله، ونتمنى أن نستمر حتى نهاية الاقتراع بهذا الإقبال. ما هي التسهيلات التي أجريتوها للمركز وفي باقي المراكز؟ والحمد لله أن طالما وأن المرشح مرشح الشعب كامل ففي تسهيلات كبيرة جدا. على سبيل المثال الذي ما قد اقترع الآن ممكن البطاقة الشخصية ونسجل بياناته ويقترع ويأخذ يعني، والذي في الدوائر الأخرى بدل ما يصير لدائرته يسجل ينزل للمركز الرئيسي في مثلا مركز ألف أو اللجنة الأصلية يقترح هناك. الله يفتح عليك. هل واجهتوا مشاكل أو معوقات اليوم؟ لا لا الآن ما فيش أي معوقات نهائياً، والحمد لله وإن شاء الله كل شيء يصير على ما يرام بإذن الله إن شاء الله. أخيراً ماذا يعني لكم 21 يعني يوم الأخاء يوم التوافق ويوم إن شاء الله الانتقال السلمي للسلطة؟ هذا بالنسبة لي 21 فبراير. شكرا جزيلا. الاسم محمد عبد العثمان محمد القولاني، عضو اللجنة الأولى الفرعية الدائرة الخامسة مركز جيل. كيف هو الإقبال اليوم؟ والله نحمد الله ونشكره على الإقبال من الساعة الثامنة، إقبال جيد جدا وخاصة من الذين لم يقطعوا طاقة جديدة، لم يكن معهم بطائق سابقة، وأقبل منهم كثير جدا. وخاصة ونشكر الأخوة الكبار السن الذين أقبلوا بأكثر من الشباب، يعني تجد الإقبال من الكبار السن أكثر من الذين هم صغار السن الحمد لله. وهذا شيء مشرف إن أصبح وعي عند الكبير قبل الصغير، إن هذه العملية تخص الناس كامل وعمليات فائدة للناس كامل الحمد لله. طيب ماذا يعني لكم؟ أولا الحمد لله ونشكره على إن إحنا وصلنا لهذا اليوم 21 فبراير، وهو يعتبر يوم نصر بالنسبة لليمن كامل. تحققنا فيه من انتقال مرحلة سابقة إلى بناء يمن جديد بقيادة الأستاذ عبد الرب المنصور هادي إن شاء الله. ونتمنى لليمن أن تنهض وأن تؤسس دولة جديدة مواكبة للعصر والواقع الذي نعيشه.